أردنية تميزت في حب الخير والعطاء ليكون مثالا واقعي وحي لشبابنا العربي الطموح المثابر. بدايته بسيطة وانطلاقته بدأت في خطوة واثقة على طريق النجاح. رحبوا معي في ضيفنا الأكثر تميزا في هذه الحلقة، المهندس ليث الدنون، المدير العام لمؤسسة السهم المازي. أهلا وسهلا فيك سيدي. أهلا بك سيدي. نورنا عبر شاشة برنامج نورك ميت. أهلا وسهلا فيكم. أنا ليث الدنون، خريج الجامعة الهاشمية، هندسة كهربائية، تخرجت بال 2016. طبعا هذا عمل والدي، يعني فاميلي بزنس من مدة طويلة. في هذا العمل أنا مشترك مع والدي تقريبا، يعني كنت من أيام المدرسة يعني مارس هذا العمل وحبيته، وإن شاء الله يعني أنه اخترنا وركزنا في هذا العمل، وإن شاء الله بنسأل الله التوفيق إن شاء الله. يعني أنت مجالك الهندسة الكهرباء ما تطرقت له؟ والله ما طيب مهندس ليث، احنا نعرف انه كل مجال له يواجه بعض الصعوبات او بيحكي مشاكل، فهل واجهتكم بعض المشاكل في بداية مسيرة العملية؟ يعني احنا الحمد لله من فوائد العمل العائلي انه يعني في مثلا اللي بيسلم او مش اللي بيسلم، يعني اللي بيكمل بتلافى كثير مشاكل اللي هي بلشت في البداية. انا والدي في هذا العمل من تقريبا 20 سنه يعني، والحمد لله خبراتنا واسعه ومجالنا واسع بالسوق وتسويقنا الحمد لله جيد. فان شاء الله يعني الواحد دائما بيحاول انه يوجد طرق جديده، يحاول انه يوجد اساليب جديده، والمشاكل يعني هي بتضل اخف من انه الواحد ببلش بفكره جديده ويبلش فيها يعني من الصفر. نعم. غير طبعا يعني تجربه والدي وتجربه انه العمل العائلي انه بتختصر عليك كثير من الخبرات والتجارب، وهي تجارب لها ثمن اكيد يعني. فالواحد ان شاء الله يعني بتامل انه يكون النجاح افضل والمستقبل افضل ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ ليث، ما الذي يميز مؤسسه السهم الماسي عن غيرها من المؤسسات الاخرى؟ اكيد في لكم خدمات مميزه تميزكم عن غيركم، ما اهم المميزات التي تميزكم؟ احنا مجالنا مجال قرطاسية، مجال القرطاسية واسع، شغل مدارس. اي نعم. هلا احنا بنتفرع شغل مدارس، مستلزمات طالب مدرسي، مستلزمات طالب جامعة، في نثريات، تجهيزات مكتبية، مستلزمات دوائر حكومية، الشركات. فهو كمجال تجاري مجال واسع، وكل ما زاد رأس مال اي حدا بيستثمر فيه كل ما كان في عنده مجالات اكثر ويتوسع فيه اكثر. لانه يعني عاقدين شيء مع جهات او مكاتب ومؤسسات اخرى؟ الحمد لله الحمد لله. جميل. يعني أفرع نسعى للمؤسسه باسم السهم الماسي؟ لا، هي هذا الفرع الوحيد. طبعا في افرع اخرى تابعة، في افرع عائليه ثانيه باسامي تجاريه ثانيه. اي نعم. في عندنا بالصوفيه، وفي مكتب تجاري بالعقبه كمان الحمد لله. جميل. أكيد جائحة كورونا أثرت على الوضع الاقتصادي الموجود عندنا هون في البلد، برأيك كمهندس كيف ممكن تلاشى هذه الجائحة أو كيف ممكن نتعامل معها؟ يعني إحنا إن شاء الله بنسأل أنه ربنا يسلم البلد ويسلم إن شاء الله من هذا الوباء إن شاء الله. وأنه يعني يلطف فينا جميعا. إحنا إذا كوضع تجاري بالسوق، الوضع كان صعب حتى قبل كورونا بالنسبة لنا إحنا كقطاعنا، قطاع مدرسي. العام الماضي بدأ مع إضراب معلمين. صحيح. هذا إضراب المعلمين أثر كثير برضو. يعني كانت هي في فترة الموسم المدرسي هي بتختزل يعني نسبة كبيرة من الشغل، أغلب قطاع التجهيزات المكتبية وخدمات المدرسية. بلشنا السنة كان مع إضراب المعلمين أثر بشكل كبير. الفصل الدراسي الثاني كان برضو تأثير جائحة كورونا، إغلاق لمدة شهرين. بعد الإغلاق هلا في صعوبات شحن، يعني بالنسبة لقطاع الاستيراد هلا ثمن الشحن كثير مرتفع. الشحن من أوروبا، يعني إحنا في مجال القرطاسية، الوكالات القرطاسية أغلبها وكالات أوروبية بحكم اتفاقية التجارة الأردنية الأوروبية، فأغلب الوكالات هي وكالات أوروبية وفي مشاكل شحن. هلا إحنا في عنا مشاكل شح بضاعة، في مشاكل الإغلاق اللي بتتم يعني أضعفت الأسواق وخلت الناس يعني زي ما تقولي خايفة. احنا ان شاء الله يعني ايدنا بايد الحكومه ان شاء الله يعني، إن شاء الله. وان شاء الله انه الله يلطف فينا ان شاء الله. صحيح. برايك انت تعرف احنا شبابنا اليوم بحاجه نحكي لدعم، بحاجه لنصائح وطموحات، بحاجه انه بيسمعوا اخبار جيلهم السابقه. برايك شو توصل رساله لشبابنا؟ شو بتحكي لهم؟ والله انا بدي اقول لك، انا لما خلصت دراستي الجامعيه يعني وكشاب خريج جامعه كان عندي يعني حب اني اشتغل في مجالي. ففي كلمه من والدي كانت كنصيحه يعني، كان اللي انه مثلا يعني اذا بسمحوا لي، قال لي لو تبيع ترمس بالشارع افضل من انك يعني تشتغل في مجال الوظيفه. العمل الحر يعني شيء رائع خصوصا للشباب من ناحيه الاستقلاليه، من ناحيه انه بيطور عندك الفكر، طموح، ابداع. فأنا بنصح كل الشباب أنه في النهاية يعني
يعني اكيد هو احنا كمجتمع بده يكون متكامل في مين بيعمل عمل حر، مين بيشتغل بالوظيفة، ولكن انه يعني يكون في تطلع دائما الافضل، ما يكون في اعتماد. وكنصيحة، العمل الحر هو افضل مجالات العمل. نعم. مؤسسة السهم الماسي وين بتشوفه بعد 5 سنوات؟ ان شاء الله احنا عندنا نظرة مستقبلية لبعدين ان شاء الله. يعني ان شاء الله بنطمح انه نكون من الارقام الصعبة بالسوق ان شاء الله. وبنطمح ان شاء الله يعني زيادة عدد الافرع، توسيع نشاطنا التجاري ان شاء الله. لو قدر ان شاء الله والتقيت في جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، شو كنت توجه له رسالة وتحكي له؟ يعني هذا جلالة الملك طبعا بحبه الكبير بقلوب كل الاردنيين، يعني ممكن هاي حتكون لحظة عفوية جدا، يعني ممكن الواحد يعني اذا صحت له هاي الفرصة وان شاء الله تصح لنا، يعني ان شاء الله حتكون يعني لحظة عفوية، ممكن الواحد ما بيعرف يعني قديش راح يكون سعيد فيها يعني. صحيح. في نهاية اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نتقدم في جزيل الشكر والعرفان للمهندس ليث الدنون المدير العام لمؤسسة السهم الماسي على حسن استقباله. شكرا لك. ألف شكر لك. أسعدتينا. نورنا مرة أخرى عبر ميت أهلا وسهلا. برنامج كفاءة. أسعدتينا. الله يسعدك.